تقول: هل يجوز للمبتدئين في طلب العلم مناقشة مواضيع الجرح والتعديل والكلام عن المشايخ والعلماء؟ هذا ليس في مستوى الطالب المبتدئ الكلام في الجرح والتعديل، تعديل فلان وتجريح فلان ليس في مستوى الطالب المبتدئ، فالجرح والتعديل له أهله العلماء العارفون بأسباب الجرح وأسباب التعديل ومعنى العدالة ومعنى الجرح، وهذا لا يستطيع أن يتكلم فيه إلا من له قدم راسخة في العلم يتكلم في باب الجرح والتعديل عند الحاجة إليه.